تنضم إلينا من تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريص. إذا نجلاء، منذ قليل ذكر لنا ياسر دبابش أن هذه التظاهرات وهذه المظاهرات بدأت في التناقص. كيف تبدو الصورة الآن؟ هل هذه التظاهرات ما زالت مستمرة أم كيف يبدو الوضع؟ نعم، انتهت هذه المسيرة والتي شارك فيها أعداد سواء من مناصري الرئيس قيس سعيد والإجراءات الاستثنائية أو من معارضيه، من بعض النشطاء الذين ينتمون إلى بعض التيارات السياسية المعارضة لقيس سعيد. إلى حد هذه اللحظة ليس هناك تجمعات كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة بعد تفرق المحتجين والمعارضين وكذلك المدافعين عن قيس سعيد. طبعا ما زالت هناك إجراءات أمنية متواصلة في هذه اللحظات في شارع الحبيب بورقيبة لمنع ربما أي تصادم قد يحدث في الساعات المقبلة بين المحتجين أو يعني المساندين للرئيس قيس سعيد. نذكر أن هذه المسيرة والتي في الحقيقة هي دعت إليها بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان خاصة من التيار الإسلامي، نتحدث عن حركة النهضة، عن ائتلاف الكرامة وبعض الأحزاب الأخرى التي حشدت في الحقيقة عدد من أنصارها للخروج للشوارع التونسية رفضا لمواصلة الرئيس التونسي لهذه الإجراءات الاستثنائية. نتحدث عن تعليق النشاط البرلماني، عن رفع الحصانة عن النواب، عن تعليق ومنع السفر عن عدد من رجال الأعمال وعدد من السياسيين. أيضا بالتزامن مع هذه المسيرة كانت هناك مسيرة أخرى لعدد هام من يعني المساندين والمدافعين عن هذه القرارات الجديدة وهذا ما يسمى بتصحيح المسار من قبل عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد. قالوا إنهم سيواصلون الدفاع عن حراك 25 يوليو، لن يقبلوا بالعودة إلى مربع الفوضى التي كانت تحت قبة البرلمان. نعم. وقالوا إن المسيرة الأولى التي خرجت هي مسيرة سياسية بامتياز، هي مسيرة تحت مظلة وتحت غطاء حركة النهضة. نعم. التي طبعا تعارض قرارات سعيد وتريد العودة إلى السلطة من جديد وخاصة إلى السلطتين التنفيذية حينما نتحدث عن الحكومة والبرلمانية حينما نتحدث عن مجلس نواب نجلاء. الشعب. ردود الفعل إلى حد هذه نعم. إذا تحدثنا على الجانب الآخر فيما يخص ردود الفعل الرسمية وأيضا يعني رد لهذه المطالب خلال هذه التظاهرات، هل ظهر رد رسمي أو حكومي لهذه المطالب؟ هي ردود الفعل في الحقيقة كانت متباينة ومختلفة سواء سياسية شعبية أو حتى من اتحاد الشغل. شعبيا يعني شبكات التواصل الاجتماعي في الحقيقة كانت تعج اليوم بمواقف التونسيين التي يعني لا تريد العودة إلى المشهد القديم قبل 25 يوليو. هناك اتهامات لبعض وسائل الإعلام سواء المحلية أو الدولية بتهويل الصورة اليوم والتي يعني تبين المعارضين لقيس سعيد، خاصة وأن عدد كبير أي 93% بحسب يعني شركات سبر الآراء هي تساند الرئيس قيس سعيد، وبالتالي من خرج اليوم هم خرجوا تحت مظلة وتحت غطاء سياسي بحت. أما سياسيا، اتحاد الشغل أصدر منذ قليل سامي الطاهري نائب يعني رئيس اتحاد الشغل تصريح قال فيه إنه يجب على الرئيس التونسي أولا الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، ثانيا الإسراع أيضا بمحاسبة الفاسدين وفتح الحوار مع اتحاد الشغل حول الخطوات المقبلة التي ينوي سعيد تنفيذها في المشهد السياسي، خاصة وأن الحديث اليوم يدور في القصر الرئاسي حول لا عودة للبرلمان ولا عودة إلى أي نشاط يعني برلماني أو يعني إعادة الحصانة إلى النواب مثل ما كان الحال عليه قبل 25 يوليو. أما المواقف الأخرى في الحقيقة هي متباينة بتباين المواقف سواء كانوا مساندين لسعيد أو معارضين له. أحزاب عديدة كحركة الشعب وغيرها تساند الرئيس قيس سعيد وتعتبر أن من خرج اليوم ليعارض هذا المسار الجديد هو خرج كما قلت يعني تحت غطاء سياسي وبدافع يعني من الأحزاب التي تعارض قيس سعيد في الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها. نعم، شكرك جزيلا مراسلة الغد نجلاء بوخريص، كنت معنا من تونس.